طب نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من الشك إلى اليقين، بالقطع كانت هناك بعض الخطوات التي بحثت فيها قبل أن ألف الخطوات. سيد الدكتور فاضل، إذا شككت في نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فلما تحقق؟ ما تنتهي القضية ولا تقتنع بنبوته وتنتهي القضية؟ لا لا لا، لا بد أن أنتهي إلى أمر، لأن هذا له علاقة في، يعني إذا كان ما يقوله حقا فمعنى سأشقى إلى آخر الأبد، وأنا لا يعني حتى أطبق يعني ما يقول ما يريد، لأنجو بنفسي ولأنجو. إذا كان مسألة يعني ما ذكره من جزاء وحساب وعقاب وما إلى ذلك، ما مسألة تخص كل واحد بعينه. صح. يعني مسألة النبوة وغيرها هي لا تخص مجتمع، وإنما تخص كل فرد بعينه بالذات، إما أن يكون شقيا أو سعيدا. صح. فينبغي أن يتحقق حتى يصل إلى أمر. يعني. طب ما هي الخطوات التي اتبعتها حضرتك للوصول إلى اليقين؟ هو كثيرة، بس من جملتها بدأت في القرآن حقيقة، مع أني قلت كنت ترفضه، كنت أشك فيه، نعم كنت يعني أرفضه. هي المسألة الأولى حقيقة التي ذكرها صاحب الوحي المحمدي، وبعدين جعلتني أنظر في القرآن كله. في القرآن كله. نعم. هي ما غلبت الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا المسألة معروفة، أنه حصلت حرب بين الفرس والروم، الفرس انتصروا أول مرة، فالقريش فرحوا، قالوا يعني الروم أهل الكتاب وهؤلاء انتصروا كذا، فأنزل ربنا هذه الآية الآيات، فضجوا وراهن أبو بكر قريشا على 100 قلوص. قلوص؟ قلوص يعني ناقة. على 100، أن الروم سوف تغلب بضع سنين. وبعدين في هذه المدة انتصر الروم كما ذكر، وربح الرهان، وكان النصر يوم بدر، لأن قال أمر، لاحظ إشارة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ففرح المؤمنون بنصر الله في بدر. الله، فرح المؤمنين بنصر بدر، وفرح المؤمنين بغلبة أهل الكتاب. جميل. يعني هذه، وقد صح أنه أسلم عند ذاك كثير في هذه الوقت. نعم. هم كانوا يتربصون إذا بحدود هذا اليوم، ينتظرون، يترقبون، فيها مراهنة 100 ناقة، 100 بحير، 100 قرن. صح. يعني صح، دليل دامغ. هذا دليل وعد الله لا يخلف الله وعده. جيد. يعني ليس من باب الاحتمال، قطع. أحسنت. بعد الحقيقة بديت أنظر، فوجدت أمور كثيرة في القرآن الكريم. مثل؟ هو ذكر الوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض. قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. نعم. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا أشرك. الذين آمنوا منكم من الصحابة الأولين. نعم. فحصل هذا الشيء، وعد الله فحصل، استخلفهم وانتشروا. وإذن لا يستخلفنهم، لا تعود علينا نحن كخلف منكم، منهم هم منكم. الله، وكانت سريعة، وهكذا استخلفهم بالفعل في الأرض. الوعد بإظهار الإسلام على سائر الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، هذا في جملة آياته، يريدون ليطفئوا نور الله.